صباح الخير عليكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة. حلقة النهاردة هيكون فيها فقرات جميلة ومميزة، هنتكلم فيها عن المولد النبوي الشريف، وهيكون معانا الشيف داليا هتعمل لنا حلاوة المولد بدل ما نشتري من بره عشان الأسعار بقت نار قوي دلوقتي. وهيكون معانا الفقرة فيها الشيخ كمال سرور اللي هيكلمنا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وهيكون معانا بقى في فقرتنا الأولى مصمم الديكور والرسام الأستاذ تامر سيد، وهيكلمنا عن فن التمبرلوي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة. الأول، من زمان قوي كانت اللغة اللي بيبتدوا يتكلموا بيها أو يظهروا حضارتهم كان الرسم على الجدريات، تمام مظبوط؟ مظبوط تمام. ويمكن ده الفن اللي فضل من عهد الفراعنة لحد دلوقتي موجود ومكمل معانا. تمام. الفن ده جه انتشر كمان في العصر الإسلامي وفي العصر الروماني، وجه في الفترة الأخيرة اندثر تماما، يمكن قلة قليلة اللي بتشتغل فيه. عايزة حضرتك تقولي يعني ايه فن التمبرلوي وتشرح لنا بقى مجال حضرتك. تمام. أولا أنا سعيد بلقاء حضرتك. ربنا يخليك. الله يخليك يا فندم. فن التمبرلوي حرفيا هو فن الخداع البصري، هو تقنية للتصوير الجداري. فن الخداع البصري هو بدأ من العصر الروماني. كانت في مسابقة كان بين 2 فنانين كبار في العصر الروماني، اتنافسوا على ان هو حد تاني كل واحد فيهم يثبت جدارته ان هو يرسم حاجه تحاكي الواقع. ففي رسام بدأ برسم عنقود عنب، تمام، لدرجه ان الطيور نزلت تاكل من حبات العنقود. الفنان التاني رسم منديل او ستاره، لدرجه الفنان الاولاني يقرب منها عشان يرفعها فاتخدع فيها. فمن هنا جت فكره الترومبلوي او فن الخداع البصري. تمام. وطبعا بيستخدم في الجداريات. قبل ما نكمل كلامنا الاول عايزين نروح لداليا عشان نخليها تبتدي ونشوف هتعمل معانا ايه النهارده. يا داليا ازيك؟ الحمد لله يا سارة. عملنا ايه؟ هنعمل النهارده حلاوه المولد بمكونات بسيطه جدا وسهله جدا وسريعه قوي. يعني اول حاجه هنحتاجها سمسم، حمص سوداني، طبعا اي نوع مكسرات احنا عايزين نعمله ونجيبه نستخدمه. انا هستخدم من كل حاجه 2.5 كوباية. مفيش فستق، مفيش لوز، ايه اللي ما احنا هنعملها اقتصاديه بقى، يعني نوفر بقى شويه، مش هنشتريها من بره، ونعمل حاجات كده بسيطه في البيت. على فكره حلاوه المولد اسعارها دلوقتي الفوليه أوفر. والحمصيه يعني بتبتدي ستارت من 68 جنيه يا جماعه، احب ابشركم بس. لا حاجه فعلا فظيعه، فليه احنا نجيبها في البيت ونعملها سهله جدا، يعني نخش 5 دقائق في المطبخ خلاص احنا عملنا حلاوه المولد. طيب المقادير بقى معايا تنزل من معانا كل على الشاشه. حاجه 2.5 كوباية، ومعايا لكل حاجه هنعملها لكل نوع هنحتاج 0.5 كوباية عسل ابيض، 0.5 كوباية سكر، عصير 0.5 ليمونة لكل نوع هنعمله. هنعمل شربات كل حاجه لوحدها. اول حاجه هنعملها لازم علشان اول تركيه كده، اول حاجه هنحط النوع اللي احنا هنعمله. هنبتدي المقادير معانا هنا على الهوا اهي. لازم يكون دافي، احنا طبعا محمصينه، لازم يكون واخد تحميصه الاول، وقبل ما نشتغل فيه لازم نكون مدفينه كده. هنسيب داليا ونرجع لضيفنا تاني، تكون داليا ابتدت تكمل الفقرات بتاعتها. خليني بقى ارجع لحضرتك ونرجع انه بعد المسابقه ما حصلت في العصر الروماني والناس ابتدت تطور تماما من فنها، ازاي قدرنا نستخدم ده في تجميل شكل البيوت بتاعتنا؟ بالنسبه للشغل الترومبلوي في منه بينقسم الى قسمين، القسم الستيل او الكلاسيك والمودرن. بالنسبه للكلاسيك اللي هو طبعا يعني ستايله ستايل اللي هو بدا من العصر الروماني، العتيقه اللي هي فيها باتين، فيها تعتيق، الانتيكات، الموتيفات الروماني الجميله اللي كلها ديتيلز. تمام. طبعا ده كله يعني تستخدم في الواجهات، وجهات المنازل، الفيلا، القصور. دي بدات ترجع تدريجيا ما شاء الله، بنشوفها دلوقتي في المباني الجديده. معظم الناس ابتدوا يحيوا الفن، بدا التراث. يحيوا التراث الجميل دوت الستيل من جديد. بالنسبه بقى للفن الثاني هو المودرن، الترومبلوي بنشتغل مودرن وكلاسيك. بالنسبه للمودرن برضه يعني بتبقى ابسط، يعني خطوطه رفيعه، يعني ناعمه، تفاصيله اقل من الستيل. ده الاختلاف بين المودرن وبين الستيل. بس معظم العملاء دلوقتي مايلين ناحيه الستيل.
حضرتك كمان بترسم مش بس رسومات ستيل ورسومات روماني، لا كمان بترسم رسومات اطفال صح؟ بالظبط كده. طب احنا الشغل الجداري شامل كل حاجه، ان دايما الاطفال صعب جدا ارضائهم، وانه مش الفكره ان انا اطلع شكل اوضه الطفل، ان انا مثلا ادفع فلوس كتير او قليل قد ان انا افهم شخصيه الطفل نفسه. انت بتقدر تحقق المعادله دي ازاي؟ بحققها عن طريق يعني اقناع العميل بالتصميم اللي ينفع يتوظف في الغرفه، اذا كان بقى غرفه اولاد او غرفه بنات. كل غرفه طبعا او كل سن، وكل سن برضو بالمناسبه، بيبقى ليه طبعا تصميمه الخاص بيه. بالظبط، لان في ناس بتعمل رسمه ممكن الطفل يعني طبعا يكبر. اهم حاجه التوظيف طبعا. في رسم شبابي، في رسم اطفال، السن دي دور. اهم حاجه التوظيف زي ما قلنا في الموضوع، التوظيف بيرجع للديكور المكان زائد السن زائد النوع. المشاكل اللي بتواجهك مع العملاء ايه؟ يعني دايما انا عارفه انه اول مشكله ان العميل دايما بيبقى مستغل الحاجه وبيفاصل. بالظبط، يقول لك طب يعني ليه انا اعمل مثلا الرسمه دي بالمبلغ ده؟ طب انا ممكن اجيب ورقه حيطه والزقها. ما دي ثقافه بقى بعض العملاء فعلا، يقول لك طب ما انا ممكن اجيب ورق حائط. في حاجه كده كمان اسمها ريتاتش. بعض الرسامين كمان اللي هم يعني اللي هم مبتدئين مش محترفين بيستعملوها. زيها زي ورق الحائط بس بتطبع على اللي هي الرولة اللي بتبقى فيها اشكال. لا 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 لا، بتبقى عباره عن لوحه مطبوعه، سفنجه مفرغه، وهو بيبتدي لا لوحه مطبوعه على بانر او او فيلكس زي اللي احنا بنشوفها في الخلفيات. تمام، وبيعيد عليها بقى ريت حاجه اسمها ريتاتش، اعاده بقى رسم عليها كانه رسمها هو اللي رسمها. طبعا ده مش فن. ده نقش. بالظبط، ده نقش. الفن اللي هو ارسم الحاجه من الف لياء، من اول التصميم، من اول السكتش للتصميم للطباعه والملو والتكسيم لحد الفينش. ده الفن، لكن غير كده ما بسميه اللي هو بقى حد كده بيتاجر بالفن. ليه الرسم الجداري بيكون غالي؟ هو طبيعه الهاند ميد، مش الرسم الجداري بس. اي حاجه هاند ميد حضرتك طبعا ليها قيمتها. يا شغلنا اصلا كل قيمته في الهاند ميد مش في الخامه، عشان فرش الفرش والله يعني رغم فنون جميله هيحسوا بينا، رغم غلوها. احنا كنا يعني بنتمنى، كنا طلبه في كليه فنون، ان حد يتبنانا عشان الفرش والخامات من سعرها الغالي. بس هي القصه بتكمن في الهاند ميد، يعني قيمه الرسم في الهاند ميد. صح، في التكنيك، في المستوى، وان هي كمان بتختلف عن ورق الحائط، ان هي بتكون عباره عن انت دلوقتي ورق الحائط، معلش ده برضو ورق ممكن يعني يبوظ لعمر افتراضي، لكن العمر الافتراضي بقى بالنسبه لل بالنسبه للشغل الجداري. طبعا احنا بنشتغلوا على دهانات وسطح معين. السطح لازم يكون طبعا قوي، متخدم كويس، متفنش تمام، ما فيهوش اي مشاكل من اول المحاره لحد الدهانات الاخيره. سطح املس زي اللوحه بالظبط. بنشتغل على السطح المط، الربع لمعه، اللمعه، ايا كان لمعه السطح. ده بالنسبه للدهانات. تاخد منك وقت قد ايه تقريبا؟ والله كل رسمه ليها وقتها. طبعا شغل السقف مختلف عن شغل الحائط. شغل السقف بيبقى اصعب، وطبعا كلنا بنعاني منه. حتى الجروب اللي معايا كله الله يعينه يعني بيعاني منه. احيانا العميل مش بيوفر لنا الوقفه الكويسه المناسبه. صح، فالموضوع بيبقى مؤلم. بالظبط كده، كلنا بنعاني. اما بالنسبه للحوائط بتبقى اسهل طبعا، الوقفه غير الوقفه على السقف اللي طبعا بيبقى موجوده اكتر في السقف. بالنسبه للوقت بيتحدد حسب التصميم والمساحه. طبعا كل ما التصميم يكون فيه ديتيلز وتفاصيل اكتر، كل ما هياخد فعلا وقت اكتر، كل ما يكون كمان فيه الوان غير لما يكون فيه مونيكروم اللي هو اللون ودرجاته. يعني في مثلا رسم بيكون اللون ودرجاته، البني او الازرق او اي لون بيبقى درجاته، ده ما بياخدش وقت اكتر لما يكون مثلا في حاجه فيها الوان زي اللاندسكيب. اللاندسكيب ده كله تفاصيل. صح. في حاجه فيها منظور خطي، في منظور لوني، في تفاصيل، في بعد، في عناصر كتيره، في تكوين كتير شامل عناصر كتيره، غير لما يكون حاجه زخرفيه دي ما بتاخدش وقت. ايوه تمام. هنروح بقى لداليا كده نشوفها وصلت معانا لايه. وصلتي ليه يا داليا؟ هنعمل السمسميه. حطينا السمسم كده ياخد بس يدفى بس على النار، على النار هاديه خالص. حطينا في صينيه نص كوبايه عسل على نص كوبايه سكر على عصير نص ليمونه، وهنحطهم على النار كده لحد ما يغلوا، بس يبتدوا يغلوا وياخدوا لون بيج خفيف قوي اللي هو يعني لون الكرمله. ده السرب اللي هنسقي بيه السمسميه.
هو ده شبه العسل بتاع البسبوسه والكلام ده؟ شبهه شويه بس غيره يعني. ده بيبقى اتقل بقى. اتقل جدا اه، عشان هو بيمسكها بقى عشان تقطم معانا بقى زي اللي احنا بنجيبها من بره. هسيبها بس كده لحد ما تاخد لون بيش خفيف، وطبعا نفضل نقلب فيها كده، والسمسم بس يا مدوب يدفى، احنا طبعا محمصينه. هشيله بقى دلوقتي من على النار، خلاص دفي، لحد بقى ما الشربات ده كده خلاص هنروح نازلين بالسمسم ده. الشربات بالسمسم على الشربات كده. لازم تكون طبعا طاسه تيفال عشان ما يلز... او سيراميك عشان ما يلزقش فيها. اه عادي اه اي حاجه يعني. قلبها بقى بسرعه كده، الخطوه دي لازم تتعمل بسرعه جدا عشان بينشف صح؟ اه بينشف قوي ومش هنعرف نفرده. ممكن نحطها في قوالب سيليكون على فكره علشان خاطر يعني القوالب السيليكون تخليها سهله انها تتقطع وتتشال. انا بصي انا دلوقتي بعد ما هعملها كده هجيب دلوقتي صينيه بس تكون المونيا علشان واحنا بنقطعها طبعا ما ينفعش تفالها يتجرح. هدهنها بزيت بسيط وهنزل بالخليط بتاعي ده. بصي لازم نوع المكسرات يكون دافي علشان يشرب العسل اللي احنا عاملينه ده. هجيب بقى الصينيه هدينا كده. ايه رايك في حلاوه المولد؟ ايه النوع المفضل لحلاوه المولد ليك؟ السمسميه. السمسميه آه. مفيد على فكره السمسميه آه فيها السمسم ده من يعني فعلا والله في احنا عندنا حاجات من الطبيعه بتبقى مليانه ما شاء الله يعني حاجات فيتامينات. السمسم ده اعتقد فيه فيتامينات كتير جدا، في مغنيسيوم. في مغنيسيوم آه. مظبوط، مفيد جدا للعظام والبشره آه. والشعر كل بالزبط. حاجه ما شاء الله يعني، والاطفال كمان. ننزل بقى بالخليط ده بسرعه كده قبل ما ينشف مننا صح؟ اه بس خلي بالكم عشان بيبقى سخن جدا. نخرج فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل بقيه فقرتنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معلش اتاخرنا عليكم شويه عشان كنا بناكل السمسميه. خلصنا السمسميه اللي داليا عملتها تقريبا. لا انا مش شايفه وداخله في الفوليه اهو. هتعملي ايه؟ انا دلوقتي حطيت السوداني برده ياخد كده يطلع الرطوبه اللي فيه بس يتدفى بس يعني بسيط. وهحط دلوقتي العسل نفس اللي احنا عملناه للسمسميه. انا قطعت السمسميه بس قبل ما تبرد يعني بعد ما بنفردها في الصينيه قطعتها كده بسرعه وقدمتها خلاص. خلاص ما تاخدش وقت اكتر من 5 دقايق بسرعه بقى عشان نكمل الباقي في الفصل الثاني. وبعد كده هنرجع تاني لضيفنا مهندس تامر سيد ونتكلم تاني عن فن الجداريات. تمام. الجداريات تمام. قول لنا بقى حضرتك الاسعار، اول سؤال الناس بتخش تسالها على الصفحه، انا لو عايزه اعمل الرسمه دي تكلفني كام؟ صح؟ اه تمام. السؤال ده بتحدده ازاي؟ بحدده من خلال المعاينه. يعني لازم تعين اول ولا ما ينفعش مثلا يبعت لك الرسمه على النت ويقول لك انا عايز اعمل ايه؟ لو بعت الرسمه وبعدها بيقول لي مساحتها كذا بحدد له سعر. طبعا في السعر بيتحدد حسب في القطعه او المقطوعيه او الوحده، سواء في رسمه مودرن سامبل. احنا معانا كمان صور هنشوفها دلوقتي اهو. رسم سره، زاويه سقف، بانو، كل طبعا قطعه وليها سعرها، زائد بقى المتر المربع والمتر الطولي. الله ينور عليه. والله احنا عايزين بقى الكنترول كده اللي تعبينه معانا ده يورينا الصور عشان نبتدي نشرح عليها. نشكر استاذ عزت على المجهود الجبار واستاذ محمد الشاهد، اشكركم والله. معانا اول صوره. طيب اه قول لنا بقى ده رسم لاند سكيب، جداريه لاند سكيب. اه دي عرضها 4 في متر 80 مترين 80 تحسها لوحه يعني، ما تعتقدش ان دي حيطه. تمام. وفعلا لما تشوفها من بعيد تحس انها مديها بعد برضه صح؟ ما هو ده بقى ميزه بقى الفن الترومبلوي. هو سمي خداع بصري ليه؟ عشان بيديك ايهام او ايحاء ان دي حاجه دي بتدي بعد او فيها منظور. معانا صوره بعدها برضه هنا، دي معموله في فيلا تقريبا. تمام. دي رسم الزاويه سقف متوصله بومبيه. يعني اللي في السقف ده مش كرانيش؟ لا مش بيوتي؟ الكورنيشه والرسمه الزاويه اللي فوق. رسمه الزاويه ده رسم في الكورنر. في الكورنر مش قايمه ولا جبس ما شاء الله. الصوره اللي بعدها دي رسمه بنات على دولاب. على دولاب اه
والرسومات دي ما بتروحش بعد كده ما لا دي يا فندم بتتعزل، دي اولا الوان اكريليك وزيتيه وتتعزل بحيث تبقى قبل الغسيل. والرسمه اللي بعدها دي رسم السجاده او جبلانه والشمعدان. ايه ده يعني الشمعدان ده مش مرسوم؟ لا كله مرسوم. حلو حلو قوي بصراحه. اللي بعدها نشوف الصوره اللي بعدها، دي رسم قبه في السقف. دي في السقف. هل بترسم خط عربي؟ يعني هل بتدخل احيانا بوظف الخط العربي خاصه الديواني او الثلث في تابلوهات زي كده، يعني ممكن نعملها في تابلو زي حاجه مثلا عربي، ممكن ادخل فيها مثلا جلسه عربي، ممكن ادخل فيها خط عربي في في البنوهات. نزل الصوره اللي بعدها. ده برضه لاند سكيب باسلوب المونيكروم بالنسبه للمنظر الطبيعي. الصوره اللي بعدها اضافه بقى باضافه بعض التطعيمات النبيتي او الطوبي، يعني الحاجه اللي تناسب ديكور المكان. بص دي برضو جميله جدا. ده شغل خلفيه انتريه. دي خلفيه انتريه صالون. يعني الحاجات دي تكلفتها مثلا تقريبا بتبقى في حدود كام؟ يعني من بدايه الرسمه الصغيره لحد مثلا الرسمه الكبيره. هي تبدا من 1000 1000 ونص عشان ارسم حيطه او كورنر. دي الزاويه مثلا او كورنر ممكن في حاجه سامبل 750. بص على الصوره دي كده، مين اللي بيتعلق ده؟ دي صوره سقف، دي برضه رينج 900 1000 جنيه. الالوان بتحس ان فيها ماتشنج مع بعضها كده. زيت والوان جولد برضه، دي برضه مناسبه للمكان، ديكور المكان. بس اعتقد الموضوع بيبقى صعب. ده مودرن بقى صح؟ البرافان ده مودرن بقى. جميل جدا. ودم ده كان رسم اصل في العبور ما شاء الله، صوره تحفه جدا. هو كله مرسوم ما شاء الله، يعني كان العمدان والبنوهات والحوائط والبنوهات. جميل الفن ده والله. احنا على فكره عايزين نرجع الفنون دي، بتدي شكل معماري حتى بعد كده للي بيجي بعدينا بيشوف الجمال ده. يعني دي ستاره مرسومه 3 دي. دي ستاره مرسومه. دي بقى في زوج وزوجته بقى اتنافسوا بقى ان هي دي مرسومه او مش مرسومه. الزوجه كانت اصلا مخدوعه في الستاره، حتى هو قابلني صديق من اصدقائي قابلني بصراحة قال لي انا عارفك انك انت رسام، بس زوجتي قالت لي والله لا دي حقيقه بالنسبه للستاره. ايوه ده حاجه رقيقه بقى قوي. ورق ده سيلفر، ده ممكن يمشي في اوضه بنات. ده دي حاجه مودرن. ممكن تمشي في غرفه البنوته. نروح بقى نشوف داليا كده ونرجع تاني هنكمل بقيه الصور. بس لما نشوف داليا بقى عملت ايه كده، انا بعمل العسل بقى بتاع الفوليه كده السوداني. خلاص انا خليته يدفى بس كده حاجات بسيطه على النار. وهحط بقى السوداني، هنزله على العسل اهو. نفس الطريقه اللي عملناها في نفس الطريقه بالضبط. هي ولا هنحط بقى عسل كلوكوز ولا ملح ليمون ولا اي حاجه. بتهيألي كل بيت يعني فيه سكر وفيه عسل بالظبط. مش عايزين نشتري حاجه من بره يا جماعه. والله انتوا ما تعرفوش المصانع دي يعني بتستخدم حاجات اصلا مش ادميه، والاشخاص اللي موضوع مش صحي تماما تماما. بتاكلوا ولادكم وبتدفعوا فلوس غاليه في حاجه صعبه جدا. بالظبط، وحاجات موفره مضرة جدا يعني. هنسيبك كده لحد ما تخلصي بقى وتصبي الخليط. ماشي، ونروح مع ضيفنا نكمل بقيه اسئلتنا. طيب دلوقتي انا عايزه اسالك سؤال. انا دلوقتي كعميل احدد ازاي ان انا مثلا انا ممكن اشوف صوره تعجبني بس مش لايقه على العفش او مش لايقه على المكان اللي انا هعمله؟ تمام. هل انت بتنصح العميل تقول له لا والله انا شايف ان الموضوع مش هيبقى لايق، ولا خلاص مجرد ان العميل طلب ده فبتعمله؟ لا طبعا التوظيف مهم جدا. طبعا كل مكان ليه رسمته او تصميمه. ففي عميل بيبقى خلاص هو مصمم ان هو يعمل دي، فخلاص انا بنصحه وبقى هو بقى بيشيل مسؤوليه الحاجه اللي اختارها. في مشاكل بتقابلك في تعاملك مع العملاء في خصوص الموضوع ده؟ هو موضوع الاسعار. الاسعار بس في ناس كلها يعني قلما لما حد يعني يقدر الهاند ميد في العموم، سواء بقى رسم بقى او لبس او اي حاجه في العموم يعني. انا شفت كمان ريفيوهات على الصفحه ما شاء الله، حاجه يعني حلوه جدا. الناس كلها داخله بتشكر. لا في عملاء كتير وده غالبا يعني ما تلاقي ان الناس بتتفق على شخص. لا في ناس اصحاب ذوق جميل جدا بالنسبه لشغل الترمبلوي، وانتشر الفتره الاخيره. بس اعتقد انه بيهدف برضه فئه معينه من الناس. شريحه معينه كده. انا كل شغلي يعتبر في المناطق الجديده يعني. القاهره الجديده، زايد، شيخ زايد. طبعا احنا معانا ارقام الفون الخاصه بمشمهندس تامر، ومعانا كمان الموقع بتاع الفيسبوك هيبان بحيث ان اي حد عميل. بيج برضه جداريات تامر. جداريات تامر الفيسبوك هينزل دلوقتي، اي حد حابب يتواصل معاه هيبان معانا على الاسترايبه في الشاشه. انا طبعا بشكر حضرتك جدا جدا، وبنتمنى من خلالك هنا ان احنا نرجع كل حاجه ليها ذوق جميل،
حتى انا كنت قلت في حلقه قبل كده انه يا ريت المشروعات بتاعه التخرج بتوع كليه فنون جميله بدل ما هي بتهدر تتعمل في الميادين العامه كتماثيل مثلا، يتعمل اسوار المدارس تدهن، واجهات البيوت بدل ما دلوقتي احنا مطلعين واجهات البيوت ان العميل يدهنها على حسابه، ليه ما نخليش ان دي مشاريع تخرج فنون جميله وفنون تطبيقيه بحيث انها تبقى اتمنى والله حاجه ما تبقاش مهدره. اتمنى يعني نهتم شويه بالذوق العالي يعني. انا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله نتمنى ان انت تكون معانا في لقاء تاني ان شاء الله قريب، ونتمنى يكون المشاهدين استفادوا مننا. هنخرج فاصل صغير ونرجع نشوف الفوليه وصلت لايه او ما تبقى منها يعني. ورجعنا بعد الفاصل، وفقرتنا التانية هتتكلم عن المولد النبوي الشريف. هيكون معانا فضيلة الشيخ كمال سرور عالم من وزارة الأوقاف، واللي هيكلمنا عن المولد النبوي وعن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. أهلا، كل سنة وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب. طبعا احنا كلنا عايزين نوضح للمشاهدين وللناس انه يا جماعه المولد النبوي مش عباره عن علبه حلويات المولد او عروسه او مظاهر احتفال بنشوفها في الشارع، وده يمكن اللي اقصى الناس بتعرفه عن المولد. لكن هل تيجي تعرف مثلا المولد ده الاطفال الصغيرين يعرفوا المولد ده بيعبر عن ايه؟ عن حياه الرسول. طيب هل انت تعرف ايه عن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اولاده، زوجاته، غزواته، اتولد امتى وتوفى امتى، الموقف المهم في حياته، الاخلاق اللي كان عليها الرسول عليه الصلاه والسلام، اتباع السنن اللي في اليوم دوت اللي احنا المفروض نعملها، ده اللي احنا محتاجين نعرفه من حضرتك النهارده. استعاذة بالله من الشيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا لله الواحد الديان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأعطران، الأزهران الأنوران، على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين في كل وقت وآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بداية أستاذة سارة أشكر حضرتك وأشكر الإعداد والقائمين على القناة للاستضافة الكريمة. كل عام أنتم بخير بمناسبة مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حضرتك طرحتي طرح مهم جدا، إيه اللي بيعرفه الأولاد الصغيرين اللي هو المسلمين عن الإسلام أو عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبنقول إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما زال المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بيحتفلوا بمولده في شهر ربيع الأول، الذي استقبل مولده عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من 14 قرنا، فكانت ولادته نورا أضاء الحياة واهتدت به الأفئدة. عاش صلى الله عليه وسلم بين قومه صادقا مصدوقا، أمينا طاهرا مطهرا. ربنا سبحانه وتعالى حباه بنعمة عظيمة وسجلها في قرآنه الكريم بقوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن في حاجة هنا المفروض إن احنا يعني نبص لها أو ننظر لها نظرة عميقة. إيه هي؟ أولاد المسلمين بيعتبروا إن ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي علبة الحلاوة والعروسة والحصان والجمل والسفينة زمان لما كنا أهالينا بيجيبوها لنا وإحنا صغيرين، لكن كل في هذه الآونة يبكي على ليلاه زي ما بيقولوا. والناس فيما يعشقون مذاهب، في ناس بيحتفلوا بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق علبة الحلاوة زي ما قلت لحضرتك، وفي ناس بيحتفلوا بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الطبل والزمر واختلاط الرجال مع النساء وإلى آخره. لكن إحنا عايزين نتعرف على الطريقة المثلى للاحتفاء وللاحتفال بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عظيما في قومه، وكان عظيما بأخلاقه وتعاليمه التي جسدها الله سبحانه وتعالى فيه. نحتفل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا واحتفاء يليق به. كيف نحتفي بسيدنا بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نحتفي به باقتدائنا بعبادته لله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه أنه كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام.
تخيلي يا أستاذة سارة مدى العبادة الحقة، وهو من هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى رسخ وأكد في أذهان العباد وسجل ذلك في القرآن العظيم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورغم كده كان بيعبد ربنا. نعم. وكان بيقيم الصلاة. بالضبط. وكان بيصوم اثنين وخميس. أحسنتي. كانت السنة بتاعته، وكان برضو خلقه. نعم. أحسنتي. وكان ملتزم بأذكار الصباح وأذكار المساء بعد صلاة العصر. تمام. كل ده كانت عبادات الرسول عليه الصلاة والسلام بيعملها. أحسنتي. احنا حابين كمان انه يعني احنا ناخد أكبر قدر، لأن طبعا الوقت معانا قليل، فحابين ناخد أكبر قدر في مشاهدين. يعني عايزين نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد عام كام، اولاده كانوا مين، زوجاته، الغزوات اللي قام بيها، وفي نفس الوقت نعرف الخلق، ودي اهم حاجه وموضوع حلقتنا النهارده، خلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه. تمام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان نعرف اولادنا الصغيرين اللي احنا بنعلمهم وبنرسخ في اذهانهم مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق الكريمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، وبالنسبة للتاريخ الميلادي اختلفوا ما بين 571 ميلادية أو 570 ميلادية. وتولد يوم الاثنين. نعم، ولد يوم الاثنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بمولده كل اسبوع، ولذلك في يعني كان بيصوم اثنين. كان في ناس كتير جدا بيقولوا ان الاحتفال بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ده حرام او الى اخره، ما ينفعش ان احنا نحتفل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بنقول لهم من هذا المنبر ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يحتفل بمولده كل اسبوع. ولما سئل عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس قال صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه. فهذا دليل على احتفائنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عن يوم الخميس أن هذا اليوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صح. وكان في معجزات كمان حصلت يوم ولادة الرسول، كانوا أربع معجزات. تمام. أو ثلاث معجزات اللي أنا أتذكرهم. تمام. يعني إنه كان الأصنام اللي في الكعبة وقعت انكفت لوحدها. نعم. وإنه النار اللي في كان بيعبدها المجوس. نعم. اتطفت. نعم. وإنه كان في نور ملأ أوضته، الأوضة اللي اتولد فيها. نعم. ورأت أمه يوم مولده أنه نورا خرج منها صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يؤكد الله تبارك وتعالى تلك الحقيقة في كتابه العظيم ويرسخها في أذهان المسلمين، فيقول: قد جاءكم من الله نور. تخيلي معنى الكلمة يا أستاذة سارة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هنا العلماء قالوا أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو كتابنا القرآن العظيم. من خلال معرفتنا ودراستنا لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنقول أنه شهد له الأعداء قبل الأصدقاء والمحبين بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. كان في غزوة من الغزوات تسمى غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع هذه كانت صعبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحابته رضوان الله عليهم، وذلك لأنهم تفرقوا من شدة الإعياء ومن شدة التعب والإرهاق، تفرقوا في ظلال الأشجار، ولذلك كانوا يتركون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شجرة ظليلة تكريما له عليه الصلاة والسلام ومحبة منهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الشجرة ونام وارتاح فيها، فتسلل إليه رجل من المشركين وأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما علقه النبي، وأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد قم، أتخافني؟ تخيف مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق المتيقن: لا. فقال: يا محمد، من يعصمك مني الآن؟ من اللي هيرحمك مني؟ من يمنعك مني يا محمد؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور: الله. فسقط السيف من يدي هذا المشرك، فأخذه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال له: وأنت من يمنعك مني الآن؟ من يعصمك مني الآن؟ أنت كنت مشوية عامل فيها 40 راجل في بعض وعامل شجاع وإلى آخره،
أنت من الذي يعصمك ويمنعك مني الآن؟ فقال له يا رسول الله كن خير آخذ، يعني ارحمني يا محمد، نحن نعلم أنك صادق وأمين وذو أخلاق طيبة وحسنة وإلى آخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال المشرك لا يا محمد، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع من يقاتلك. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف. فذهب هذا الرجل المشرك إلى قومه وقال لهم جئتكم من عند خير الناس. وهكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا كريما من خلق العفو. والعفو عن من؟ عن رجل مشرك لم يجبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان داخل يقتله. نعم، كان داخل يقتله، كان داخل يؤذي بحياته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بخلق العفو والرحمة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي رحمة للمسلمين فقط، وإنما أتى رحمة للعالمين جميعا. وهذا كما خاطبه ربه سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عايزين حضرتك تدينا معلومات تانية عن أولاد الرسول. حاضر. زوجاته. نعم حاضر. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنده أبو القاسم وعنده عبد الله، كان عنده عبد الله والقاسم والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم والسيدة رقية، وهؤلاء كن حبيبات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا العظيمة، أول زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والتي كانت الصدر الحنون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته وبعد بعثته. وهنا موقف عظيم للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لما نزل الوحي أول مرة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يرتجف وترتعد فرائصه خوفا، لأنه رأى سيدنا جبريل عليه السلام على هيئته الملائكية، وهذه كانت أول مرة يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل على هيئته الملائكية. فجاء إليها يرتعد مثل ما كلنا نعرف، يرتعد ويرتجف، فقال لها لقد خشيت على نفسي، يعني أنا كنت خايف على نفسي يا خديجة. فقالت له بلسان الواثقة في أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله أبدا. إحنا طبعا يعني كلنا نفسنا نتعلم من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام. وخلق الرسول ده محتاج حلقات. جميل. عشان ناخد كل صفة لوحدها. جميل. طبعا إحنا بنعتذر بسبب إن الوقت عندنا ضيق جدا جدا، وإن إحنا ملحقناش ناخد من الشيخ باقي المعلومات المفيدة جدا عن خلق النبي. إحنا خدنا يعتبر قطفة كده أو نقطة من بحر. نعم، نبدأ قصيرة. فإن شاء الله هنستكمل مع الشيخ الأسبوع القادم أو الحلقة القادمة الكلام عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا بشكرك جدا يا شيخنا. جزاكم الله خيرا. والمفروض بقى وحضرتك طيب، والمفروض بقى إن إحنا داليا هتقول لنا دلوقتي هي ختمت عملت إيه. لو ممكن يا داليا توضح لنا كده أنت وصلتي لإيه. أنا كده خلاص بقدم أهو الفولية، وعملنا السمسمية والحمصية بس مستنية تبرد شوية عشان أقدمها. مكونات بسيطة ممكن جدا. ممكن الكاميرا تجيب قريب من 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 داليا كده عشان نشوف. نعمل كلوز على داليا. طعمها حلو جدا ولذيذة، وفي نفس الوقت موفرة جدا بمكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت. يعني ما تكستلوش وعملوها بجد سهلة، ومش يعني مش هتتعبكم ولا مكونات كتيرة، دي حاجات بسيطة جدا وإن شاء الله تعجبكم جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. بنشكركم وبنعتذر إن وقت الحلقة النهاردة كان قليل جدا جدا، محتاجين وقت كبير، بس نشوفكم على خير.